جدري القرود يعود من جديد ليضرب العالم. بعد الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد، لم يعد غريبا على العالم أن تعلن منظمة الصحة العالمية عن عودة فيروس جدري القرود. سيطرت حالة من الخوف والرعب على سكان العالم مع بدء انتشار الفيروس، وهو ما جعل دول العالم على أهبة الاستعداد. فماذا تعرف عن هذا المرض؟ جدري القرود مرض فيروسي اكتشف لأول مرة عام 1970، يندرج ضمن عائلة مرض الجدري الذي تم القضاء عليه عام 1980. يعد مرضاً شائعاً في المناطق النائية وسط وغرب إفريقيا، وينتقل من القرود إلى البشر. ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر عن طريق الملامسة الوثيقة للقروح وسوائل الجسم والرذاذ التنفسي والأدوات الملوثة مثل الفراش. تنقسم أعراض عدوى جدري القرود إلى مراحل: الحمى، الصداع، تضخم الغدد الليمفاوية، الطفح الجلدي. جدري القرود عدوى فيروسية نادرة يتعافى منها معظم المصابين في غضون أسابيع. لا يوجد علاج لجدري القرود، لكن يمكن الحد من انتشاره باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخالطة. منظمة الصحة العالمية طالبت الدول المانحة بتوفير اللقاحات المضادة للفيروس بهدف الحد من انتشاره. تفشي جدري القرود بات يشكل حالة طوارئ عالمية بحسب آخر تصريح لمنظمة الصحة العالمية. تشير بعض الدراسات إلى أن انتشار المرض بصورة سريعة يعود لطرق عدوى جديدة مجهولة لغاية اليوم، إلا أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن معظم الحالات التي تم الكشف عنها كانت من جراء الشذوذ الجنسي. عدد المصابين وصل حتى الآن إلى حوالي 17,000 في 74 بلداً. فكيف سيواجه العالم الانتشار السريع لهذا المرض؟